السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا جماعة الخير؟ إن شاء الله الجميع بخير، أخوكم محمد أبو حمزة جابر عثرات الكرام. طبعا مبين من عنوان الفيديو أو من الصورة اللي حاطها أنا حاليا خلفية الكود 119. أحد العوائل أو أحد الأخوة يا جماعة الخير شال حاله ونزل حجز على إجازة العيد على باب السلام. لما وصل باب السلام عند الموظف يتفاجأ الموظف يقول له يا أخي ارجع، أنت عليك ضرائب أو جزاء، عليك جزاء. علما أنه الشاب فيش على إيدولات، وأنا بعث لي الإيدولات تبعه شخصيا، أنا فيشت له ما في عليه شيء، فتت على مواقع الضرائب والجزاء ما عليه شيء. شال حاله الشاب، رجع من باب السلام، طبعا أجلوا قالوا له تعال بكرة ادفع المخالفة اللي عليك أو الجزاء وارجع بكرة لندخلك. المهم الشاب راح على المالية، دخل على المالية، المالية قالت له ما في عليك شيء. رجع على معبر السلام مرة أخرى، فات عند الموظف، الموظف عطاه هي الورقة اللي حاليا عم تشوفوها، هاي اسمه بيانات الشاب كاملة وإيش هي المخالفة اللي عليه. قال له في كود إن 119 هي مكتوب هين عليه جزاء. الشاب بزماناته كان هو وشاب ثاني يشتغلوا في ورشة عمال، كبسوا عليهم جماعة الزونات العمل والأمور هاي، فضاربينهم مخالفة الظاهر من دون ما يعرفون. الكلام هذا من سنة، طبعا أخو الشاب اللي عم يحكي لي. الشابين هذول واحد نزل على معبر جرابلس، وش الثاني هذا أخو الشاب نازل على معبر باب السلام. باب السلام ما رضي يدخلونه، قالوا له إلا تدفع المخالفة. تمام، وحاليا راح أسمعكم كلام الشاب. طبعا كود الإن 119 هو كود إذا عليك مخالفة قديمة، جزاء إذا عليك جزاء قديم ينحط عليه كود إن 119. تمام يا جماعة الخير، راح نسمع كلام أخو الشاب. أخوي طلع على البوابة على الباب السلام، عم يقولون هناك عليك ضريبة، فتح لي دولات علي دولات ما بعلي ضريبة، رجع المالية على كلز كلز قالوا له ما عليك شيء ما بي شيء. إيه عم يروح هناك يقولوا له عليك، يرجع لهنا يقولوا ما عليك، شلون نحل هاي؟ يا عمو حمزة الان 100. طبعا فعلا انا فتت على موقع الضريبة، الشاب ما عليه اي شيء ولا بي اي شيء ظاهر على الايدولات. هذا دليل يا جماعة الخير مو كل شيء ينزل على الايدولات. انا مرت معي ناس مفتوح خط على اسمه وطلع عليهم مشاكل، لما فتح الايدولات ما في عليه، وهي صار يعني صار سبب براءتهم. لما فات عند القاضي قالوا للقاضي اخي انا هي التليفونات اللي على اسمي ما هي ظاهرة على الإيدولات، لما تأكد القاضي أعطاهم براءة. يعني يا جماعة الخير مو دائما تظهر عندك المخالفة. الجزاء بعض الناس يقول لك يا أخي أنا ما أدفعها إلا يجي تنزل على الإيدولات. يا أخي محتمل ما تنزل على الإيدولات، ممكن تظل شهر وشهرين وثلاث أشهر وسنتة وسنة وسنتين وتنحط عليك محكمة وأنت ما تعرف. يا أخي لاحق الأمر. المخالفة بدي أذكر ملاحظة، أنا ما أحكي لكم الأمر للفائدة، ما بقول لك روح تفعل المخالفات اللي عليك مشان ما تنظر أنت. إذا دفعت المخالفة أول 15 يوم تحصل على حسن 25% يا جماعة الخير. يعني إذا المخالفة 1000 ليرة تصير عليك 750، خير ما تتراكم بالنهاية يصير عليك محكمة. المهم الشاب الأول راح على معبر باب السلام مرة أخرى وعطوه هاي الورقة اللي فيها الكود، كود ال 119، وين حاطينه جنب على اليمين المخالفة 3500 ليرة. تمام 3500 ليرة. المهم أي الشاب يعني حكاني أخوه طبعا قايل له كود 100 تمام على باب السلام. الشاب تبع باب جرابلس نفس القضية بالضبط، أيضا 3557 ليرة جزاء، وأيضا قالوا له أنه عليه كود N 119، ولكن موظف تبع جرابلس طلع من حلال وختم له، قال له روح أقضي إجازتك بعد ما ترجع حل مشاكلك، تبع السلام لا إلا دفعوه إياه. أي والله هاي القصة الشاب. المهم الكود ال 112 عفوا كود N 119 هو كود لما يكون في عليك جزاء يا جماعة الخير. تمام يا جماعة الخير، هاي قصة الشابين. شوفوا معبر جرابلس مشى الشاب الأول، الشاب الثاني معبر السلام اللي دفعوا إياه. وينسمع كلام الشاب شو كان رد الموظفين إله. يا عمو حمزة الآن 119 يعني عليك جزاء، الشاب الثاني قلت لك عليه هلا مش شوي بعث لي إياه، هم قل لك نفس الشيء يعني أنه عليك جزاء. حتى وشي تراحة الموظف تراحة اللي عند المدير تسأله ختم الورقة الخروج.
طبعا الشاب مشى حاله وخرج تبع جرابلس، ما دقق عليه الموظف بالنهايه، لكن بالنهايه هذا الجزء بده يدفعوه اجباري. تمام يا جماعه الخير. حاليا مجموعه من الاكواد توضع على الاجانب او على بشكل عام بتركيا، راح اترك لكم اياها بصندوق الوصف لقناتي على اليوتيوب. بدي انوع على كود الفيسا 71. اغلب الناس سالوني انه ما لك ثبت عنوان، هل ياثر على البوابه؟ يا اخي اذا جاك موظف مو ابن حلال ممكن ياثر، ممكن يسفرك، ممكن ينبهونك. الكود الفي 87 هو كود العوده الطوعيه. اغلب الناس هاي السنه سابقا ما كانوا يقولوا للناس، يبصمونهم ويسفرونهم وما يعرف شو القصه الشخص. هاي السنه اللي عليه كود عم يقولوا له اخي انت عليك كود. اذا الموظف ابن حلال يقول له عليك كود ارجع على تركيا. اذا الموظف مو ابن حلال والله ممكن يسفره. تمام يا جماعه الخير. طبعا هاي مجموعه من الاكواد راح اترك هذا الكلام بصندوق الوصف لقناتي على اليوتيوب. اللي يحب يتراسل معي على الخاص يا جماعه الخير يحكي معي على صفحتي على الفيسبوك، هاي هي. اللي يحب يشترك، انا يوميا انزل اخبار تركيه بشكل عام واخبار ايضا تم العالم بشكل عام على قناتي على التليجرام، هاي قناتي على اليوتيوب. اتمنى الجميع يشترك بها. شاركوا هذا الفيديو لكل من شخص حاب انه يروح زياره عيد مشان يعرف انه كود الان 119 هو كود المخالفة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. تاريخ تسجيل الفيديو اليوم الجمعة 16/7/2021. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، كل عام وأنتم بألف ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.